أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مجمعا تابعا لجهاز المخابرات الوطني في العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 2 آخرين. يأتي التفجير بعد أسبوع من إعلان التنظيم مسؤوليته عن هجوم على مركز للتدريب في نفس الجهاز، وهو المديرية الوطنية للأمن في كابول، والذي انتهى بقتل المهاجمين قبل أن يتسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا.